صباح الخير عليكم اعزائي المشاهدين، صباح الخير على كل مشاهدي قناة صحتي، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سوبر ماما. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، اعتقد ان كتير جدا من الامهات وخاصة اللي عندها اطفال صغيرين مهتمة قوي ان هي تعرف تسمم المنظفات عند الاطفال. دي مشكلة كتير جدا من امهاتنا بتعاني منها، خاصة اللي عندها طفل صغير وبيلعب كتير وشقي، تلاقيه بيفتح الادراج بتاعة المنظفات ويبتدي تخش كده تلاقيه فجأة بيشرب كلور، بيشرب حاجة، بيشم حاجة. فالنهارده عايزين نتكلم عن مشكلة التسمم، وإيه الإسعافات الأولية اللي ممكن الأم تعملها، وإيه الأضرار اللي ممكن تحصل للطفل ده لو لا قدر الله حصل مضاعفات للتسمم. تفاصيل كتير جدا النهارده هنعرفها مع ضيفتي المشرفاني دايما في قناة صحتي، القيمة والقامة العلمية الكبيرة، الأستاذة الدكتورة نشوى شرف الدين، استشاري طب الأطفال وعلاج السموم بالمركز القومي للسموم. أهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالمشاهدين. دكتورة نشوى، النهارده بنتكلم عن موضوع مهم جدا، يعني كتير جدا من الأمهات وأنا كأم لما بيبقى عندي طفل صغير بخش فجأة المطبخ ألاقيه فاتح لي الإدراك بتاعة المنظفات، وممكن يشرب حاجة، ممكن يشم حاجة. وطبعا الأمهات اللي لسه جداد في موضوع الأمومة ده بتبقى قلقانة جدا، طب شرب، طب عمل، طب أعمل إيه، أتصرف إزاي. فالنهارده عايزين نتكلم أكتر عن المشكلة دي ونوضح للسادة المشاهدين وكل الأمهات يعني إيه تسمم المنظفات عند الأطفال. فعلا حضرتك، تسمم المنظفات عند الاطفال ده حاجه خطيره قوي، لان الاطفال اي حاجه بيحبوا ياخدوها على فمهم، او اول حاجه على بقهم، كل حاجه بيحبوا له يشربوها، يتذوقوها، يحاولوا يعرفوا ايه الموضوع. فعندنا تسمم، بيتسمموا ازاي؟ عن طريق الشرب، بيشرب كلور، بيشرب اوقات حتى المنظفات اللي هي الصابون بتاع الغساله، اللي هو بالظبط بتاع المواعين، الصابون السائل عموما بكل انواعه. في المشكله برضو حاجات تانية ابتدت تبقى اللي هي بتاع الحاجات بتاعه البقع، بس مش عايزين نقول الاسامي، لكن برضو دي للاسف شديد بتبقى حارقه جدا. في حاجات تانية بقى اللي هي زي الصودا الكاويه، في ناس بقى فئه معينه للاسف بجد صعب قوي قوي ان هم بيجوا لنا في المركز، اللي بيشتغلوا بالبوتاس واللي بيشتغلوا بالصودا الكاوي. الحاجتين دول بيهروا بمعنى الكلمه، يعني مش بيهيجوا بس الغشاء المخاطي او بيلهبوه، لا ده بيتهري من كتر ما هي الماده حارقه جدا. فهو ده اللي احنا بنقوله او اللي بنسميه تسمم المنظفات. يعني المنظفات هي مش حاجه بتسمم، لكن هو ان تتاخد غلط هو ده اللي بيسبب التسمم. يمكن حضرتك وضحتي انواع كتير جدا من المنظفات اللي ممكن الام تستخدمها في البيت، زي الصابون السائل، زي الباودر، الحاجات الباودر، زي المبيدات الحشريه، زي الـ زي ما قلتي حضرتك ميه النار او الصودا الكاويه. فعلا في ناس كتير ممكن تلجا للادوات دي في التنظيف، لكن عايزين نعرف بقى لو حصل لا قدر الله وان الطفل فعلا شرب حاجه من الحاجات دي، الام في الحاله دي بتتصرف ازاي؟ تشربه لبن، وتوجه بيه للدكتور، يعني ايه الحاجات او الاعتبارات اللي لازم الام تاخد في اعتبارها لو حصل الكيس دي؟ حضرتك قلت نقطة مهمة جدا وحلوة جدا، اللي هي فعلا حكاية شرب اللبن. طب ايه فكرة ليه بنشرب اللبن ليه؟ او هي دي اكتر حاجة بنجري عليها، لان زي ما قلنا الحتة دي مهرية او محروقة او متهيجة، حاجة تعبانة عايزين نهديها، نخفف عنها، فبنشرب اللبن ما يكونش دافي وما يكونش ساقع قوي، يكون متوسط. اللبن بيخفف قوي قوي الحده بتاعت الالم، وبيخفف في نفس الوقت الالتهاب. دي ميزه اللبن. بس مش عشان قلنا لبن يبقى في كل تسممات احنا ممكن ناخد لبن، لا، في تسممات تانية بالعكس اللبن بيزودها. يعني مثلا في تسمم الكيروسين، اوقات ناس كتيره برضو ما زالوا للاسف الشديد بالذات في دخله الصيف بيمسحوا بالجاز مع وبيعملوا عليه مبيدات، ده هيبقى مشكله قاتله لو اخدوا لبن، لانه فيها مواد دهنيه وبيبقى الكيروسين بيدوب اكتر في المواد الدهنيه. فاحنا مش كل حاجه نجري على اللبن، لا، احنا لازم نعرف كل نوع وكل نوع نعمل فيه ايه، عشان كده احنا بنهتم بالتوعيه. اهم حاجه حضرتك سالتيني برضو بتقولي لي ايه الاسعافات، نجري الاول على دكتور او نعمل ايه؟ نجري على مركز سموم او مستشفى لسبب. بس في نقطه مهمه، ان احنا ما نعملش غسيل معده. احنا في الحاجات التسممات العادية بنعمل غسيل معدة، طب المرة دي يا جماعة احنا ليه مش عايزين نعمل غسيل معدة؟ لأن ممكن تروح لحد يكون او هي بتحاول تحط للأسف صباعها في بقه وتحاول ان يرجع. هي تخليه يرجع بالعافية. كل ده ممنوع منعا باتا في المنظفات، لأن زي ما اتفقنا الحتة دي محترقة او متعورة او بالمعنى البسيط
ما هي مش نا يعني هي مش متهيجة ناقصة جدا. ان احنا نحط حاجة كمان فيها. فلما نحط صباعنا في بق الطفل ده بيعوره زيادة. لما بنعمل برضو غسيل معدة وندخل الانبوب برضو بيهيج الموضوع اكتر وبنعوره زيادة. فدي حاجات ممنوعة منعا باتا. فده السبب. في نقطة تانية اللي احنا بنحطها في اعتبارنا، ان في ناس بيدوا في مراكز السموم بالذات، وفي مراكز سموم دلوقتي افتتحت في وزارة الصحة بيدوا اللي هو الفحم النشط. الفحم النشط برضو في المنظفات مش له لازمة قوي، لانه هو بيحصل يعني زي لخبطة معينة في التهيج ده، مش محتاجين ان هو ندخله. الطفل مش قادر يتقبل فهيروح مرجعه. التقيؤ ده في حد ذاته بيهيج المنطقة تاني وبيخلي المادة اللي هي الحارقة دي تخرج تاني. فأهم حاجة يعني 1 2 3 كده ممنوع ان هو يرجع. تاني حاجة ممنوع غسيل المعدة. تالت حاجة ملوش لازمة قوي الفحم النشط. رابع حاجة هو ده الأهم، ان احنا نديله اللبن. دكتورة نشوى، في بعض الأمهات بتستخدم معطرات الجو بشكل كبير جدا في البيت، بتستخدم المبيدات الحشرية ومش مراعية وجود طفل صغير في البيت، يعني تلاقيها بترش كتير جدا معطرات للجو، الحاجات اللي هي محسنات ومعطرات وبتعمل روايح كتير. هل الحاجات دي ممكن برضو تأثر على الطفل وعلى الجهاز التنفسي بتاعه ومحتاج فعلا لعلاج للسموم دي ولا لا؟ دي حتة حلوة قوي برضو حضرتك انك اتكلمتي فيها، لسبب انه الاستنشاق في حد ذاته حتى للمنظفات عموما، يعني احيانا الطفل بيشم الحاجة ديت فبيحصل له زي اختناق. فالحتة دي يعني مهمة جدا بدرجة رهيبة. ايه اللي نقدر نعمله؟ ان احنا نفتح الشبابيك كلها ونهوي البيت، نخليه يستنشق الهواء النظيف. لو لقينا ان هو لسه مختنق اكتر واكتر يبقى لا، لازم ننزل لاقرب مستشفى عشان هيدوله اكسجين. في احيانا الحالة بتبقى صعبة قوي لان هو عنده من الاصل مثلا ربو شعبي او حساسية صدر او التهاب بالصدفة لأي ما سبب، فبيكون الاختناق جامد جدا. ففي الحالة دي بندي حاجة اللي هي assisted ventilation، أو إن احنا بنحتاج لجهاز تنفس صناعي. بس أنا عايزة أقول حتة مهمة قوي، اللي هي إنه الاستنشاق مش بيتعب الجهاز التنفسي بس. يا جماعة الاستنشاق مشكلته إنه بيتعب، ممكن يتعب العينين، هيخلي الالتهاب في العينين وتهيج ودموع احمرار في العينين. كتيرة، ممكن الأنف في نفس الوقت برضو تتعب. ففي كم من الحاجات اللي ممكن تتأثر من الاستنشاق. تمام دكتور نشوى، في حالة حدوث مشكلة التسمم المنظفات عند الأطفال والأم ابتدت إن هي تروح للطبيب ويكشف عليه ويديله العلاج المناسب للمشكلة بتاعته، بعد بقى ما بيرجع البيت، هل المشكلة دي ما زال يكون ليها تأثير؟ هل ليها نتيجة بعد كده فيما بعد في تكوينه، في معدته، في الجهاز التنفسي بتاعه، ولا خلاص الحمد لله المشكلة خلصت وعدت وتمام كده الطفل ممكن يكون في حالة صحية جيدة؟ دي حتة حلوة برضو أحب أقولها، إن أغلبية الحالات بتبقى خفيفة وبتعدي، لكن في اللي هي الكومبليكيشنز بتاعتها اللي هي على المدى البعيد، إنه أحيانا بيحصل هو شرب. واللي بص أصلي أنا عايزة أقول للمشاهدين إيه، أحيانا بيشرب حبة صغيرة فالحتة اللي قدام بس اللي هو الشفايف واللسان وسقف الحلق والحتة دي بس هي المتهيجة، لكن أحيانا الكمية بتنزل لغاية جوه. بيحصل حاجة اللي هي إما ثقب في المريء، يا إما بيوصل للمعدة وبرضه بيعمل حاجة زي قرحة في المعدة أو كده، وأحيانا بيحصل اللي هو ضيق لما استريكشر أو كده، ده بيحصل ضيق في المريء برضه. ففي الحالتين دي بتبقى حاجة مش كويسة خالص، وما بنقدرش نكتشفها على لوحدها. يعني بنقدر نكتشفها طبعا لأن هما ما بيقدرش يعني من الكلينيكال من الكشف ان هو ما بيقدرش يشرب خالص، بنعرف ان هو لا ده ما بيشربش خالص، يبقى فعلا في انسداد بقى خلاص حصل حاجه هو مش نافع. لكن الاحسن بقى ان احنا نعمل اشعه، وكمان الاحسن والاحسن ان احنا نعمل اشعه بالباريوم. الاشعه اللي بالباريوم بتنزل بتبين بالظبط، لا ده ثقب، لا ده ضيق، ده ايه بالظبط، عشان نقدر نعمل التدخل اللي بعد كده احتمال كبير، مع احتمال نحتاج تدخل جراحي لا قدر الله لو الحاله صعبه. دكتورة نصيحة لكل أم للوقاية من مشكلة تسمم المنظفات عند الأطفال، عايزين نتكلم على الأمهات كده ونوضح لهم المخاطر اللي ممكن تظهر للطفل من التسمم ده، ونصيحة ليهم إزاي يقدروا يبعدوا المشاكل دي عن الأطفال.
احب اقول اول نصيحة ان هم يحطوا الحاجة في حتة بعيدة. احنا غالبا للاسف الشديد عندنا دايما دواليب المطبخ بنحط الحاجات المنظفات في الحتة اللي تحت. انا عايزة نغير بقى، نخلي الحاجات في الحتة اللي فوق بعيدة خالص عن متناول ايدي الاطفال. الحاجة التانية، الناس اللي بتيجي اللي هم بيمسحوا او بيشتغلوا برضو ما يتحطش العلبة بتاعت الكلور او العلبة بتاعت الشيء المنظف جنبهم علشان الطفل ما يشربش غصب عنه. في الصيف هو في مشكلة تانية في الموضوع، بيحطوا اوقات نوع الكلور او الصودا الكاوية او مية النار في ازايز من الازايز المية او ازايز العادية. الطفل بيتلخبط، بيفتكر ان دي مياه غازية او مية. ازازة مية عادية او ازازة لبن، لان في اوقات النوع بتاع بيبقى لونه شبه اللبن من انواع المنظفات، فبيبقى يعني بيتلخبط وبيشرب منها. فدي نقطه مهمه جدا من ضمن النصايح، ان ما نحطش حاجه مكان ازازه من المعروفه للطفل، هو فاهم ان دي شيء محبب له فهيروح شاربها تلقائيا. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه اللي احب اقولها من النصايح، ان هم يعني يبقوا فاهمين الاعراض، ما يفتك الاعراض اللي اهميتها انه باينه على طول، حتى لو هم يعني ليه بقول الأعراض؟ عشان أحيانا هي بتشوفه مش شايفة قدامها إن في إزازة فاضية، ولا شايفة إن الإزازة مشروب منها كمية قد إيه، فهتقدر تعرف إزاي إنه فعلا شرب ولا لأ؟ هتعرف من الأعراض. الأعراض إن هي هتلاقي شفايفه متورمة جدا، هتلاقي درولينج كده اللي هو الريق نازل، عمال اللي هو نازل على طول، هتلاقي الاحمرار الجامد قوي في سقف الحلق وكده. ده هيبقى تبقى فاهمه لا ده شرب بقى، يبقى معناها انه لا، يبقى هو تعرف ان دي نصيحه هامه جدا. اول ما تلاقي اي اعراض غريبه تجري ان في حاجه، في سبب، يبقى لا نلحق في الدكتور على طول. شكر خاص طبعا للأستاذة الدكتورة نشوى شرف الدين، استشاري طب الأطفال وعلاج السموم بالمركز القومي للسموم. شكرا لك يا دكتور، وميرسي جدا على المعلومات القيمة دي والنصائح الغالية لكل أم للوقاية من مشكلة تسمم المنظفات عند الأطفال. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا لحضرتك.